لكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله كاع نلقاكم بخير، صحه جيده. اليوم جبت لكم الوصفه تاع الموز كوتشو. هاوليك واش عندي المقادير. بسم الله، عندي 4 حبات بيض، عندي مبشور تاع الليمون يعني القارص بزاز سيترون، عندي مبشور تاع تشينا، عندي مغرفه تاع قهوه تاع لافاني، وهنا مغرفه تاع الماكله تاع المعجون تاع المشمش، رشه ملح، كاس ناقص اصبع تاع السكر حبيبات، كاس تاع الزيت ناقص اصبع، كاس تاع الحليب ناقص اصبع، باكي تاع الخماره تاع لا ليفير شيميك، ان باكي تاع 10 غرام هذيك مكتوب عليه 10 غرام، و 3 كيسان تاع فرينه ممسوحين. دوك يسوى يدينا زوج ونص ولا 3 على حسب الحبات تاع البيض، سي بور سا حطيت هنا 3. والسر تاع هاد المسكوش باش يجيكم شمخ لداخل ماشي ناشف بهاد المعجون. بسم الله نبداو، وهاد الفرينه نخلوها هنايا نسبق قبل فيها، بعد نعاود نكيل معاكم. بسم الله على بركة الله باش تجينا خفيفة لا جينواز تاعنا، باش نهويوها على بها نسيروها دركا. وبعد كي ندير لا جينواز تاعي نكيلها بالكاس باش نشوف شحال دات لي. نبداو في رشة ملح، نكسر البيض تاعي. بسم الله، هاد البيض متوسط ما راه صغير مخلط، يعني كيما هاد الصغيره هاد كبيره شويه، صافي على حسب اللي باه. قلت لكم كيلو 3 كيسان سا ديبون الحبه بيض شحال. نزيد هذيك الفانيليا وهذاك المبشور تاع تشينا، والمعجون، وزيت السكر تاعي. لا دوك نخلطوه بالباتر. قلنا درنا البيض المعجون السكر الفانيليا، وزدنا مبشور تاع تشينا مبشور تاع القارص هكا حبيباتي. دوك نخلط، فوالا لازم يولي هكا ام لا كولور تولي في الكلير دي كيما لاموس. دوك حنزيد الزيت بالعقل، نزيد هذاك الكاس تاع الحليب. نزيد دوك نعبر معاكم كيما من قبل،
هاني درت كاس واحد نزيد الزوج دوزيام كاس هزيد درنا غير كاس واحد تاع فرينة هندير باكي تاع لا ليدر شيميك هليك ونزيد كاس دوزيام نزيد الثالث غير غير مستعو نشوف البنات ها كتشوفوا البنات كي نديرو هكا هكا يروح بالخفص كي مازالو نكمل هذاك النص هذا هو السر تاعو والسر تاعو تاني نزيد نضربو بيان هكا قيس 2 مينوت هكا كل دقيقه وشويه نضربو بهذا الباتور هذه الفرينه كيفاش يجي القوام تاعو مهما يكون هذوك لي تخي ما يروحوش بالخف هاوليك دوك هنا جبت السليوات تاعي حطيت وحده من التحت وحده من الفوق هذا جامي تحطوه في الفرن ديريكت وحده مع هذوك تاع الفرن توجو حطوه فوق السليوه هكا دوك نفرغو راني شعلت الفرن تاعي 160 درجه نخلي حتى يطيب حبيباتي ونولي لعندكم ان شاء الله هاوليك حبيباتي لاجينواز تاعي لاجينواز ولا موسكوتو كل واحد كيفاش يسميها هاي اللي كيفاش خرجت لي هاوليك باكي تاع لا ليفير شيميك ها بنة ولا اروع بالتينا و لزاز تاع سيترون راهي التينا تنعلع هنايا صحة وراحة البنات ديروا لي جيم وبارطاجيو باش تعمل فائده